وسائل يسأل فيقول: أنا رجل أبيع وأشتري في الدخان، وكل دخلي تقريبا من الدخان، فهل يجوز لي الطعام والشراب والحج والزكاة والصدقة وكل أعمال الخير؟ وأرجو من فضيلتكم أن توضحوا لي هل لي أجر فيما قدمت من أعمال الخير أم لا؟ هذا يا أخي من البلاء العظيم، كونك تشتري في الدخان، وغاير دخل من الدخان، هذا من البلاء، فعليك أن تبادر بالتوبة وأن تقلع عن هذا البلاء، وأن تسأل ربك العافية منه، وأن تسلك مسلكا آخر من التصرف المالي، والله وسع ويسر. أما الدخان فقد قرر أهل العلم المعروفون أهل البصائر قرر تحريمه وشره العظيم، وأنه يسبب مشاكل كثيرة ومضار عظيمة، وأنه بهذا محرم، لا تجوز التجارة فيه لا بيعا ولا شراء، وأن الواجب الحذر منه وعدم استيراده وعدم الأكل من ثمنه. فما حصل لك من هذا الباب ينبغي أن تصرفه في وجوه البر، وإن كان ما هم عندك شيء يقوم بحالك أبغيت عندك منه ما تحتاج إليه ويقوم بحالك حتى يوليك الله من فضله بالطرق المباحة، وما زاد على ذلك من هذا الثمن الخبيث من رجاك من طريق الدخان مصرف في وجوه الخير لتخفيف من شره ونفع المسلمين به في مساعدة الفقير ومساعدة الغريب وإصلاح دورات المياه وأشبه ذلك من الطرق الخيرية حتى تسلم من شره إن شاء الله. ونرجو أن لا حرج عليك فيما مضى، التوبة تجب ما قبلها، ومن تاب تاب الله عليه سبحانه وتعالى. وبيقول يعني هذا يدخل في حديث من غشنا فليس منا، هذا قد يكون نوع من الغش لبيعه على الناس، الغش يكون بالسر، يكون بالإخفاء، وأما الدخان بيعه ظاهر هو غش، لكن الغش من جهة تمكين الإنسان مما يضره، ويحسب أنه جيد وأنه نافع، وأنت تمكنه ما يضره ببيعك عليه الدخان وتمكينه من الدخان، ويضره وقد يظن أنه لا يضره بسبب أنك تبيعه عليه، وربما اعتقد فيك أنك جيد وأنك لا تبيع ما يضر الناس، فهو نوع من الغش من هذا الباب، فالواجب الحذر منه، وأن تتوب إلى الله من ذلك، وأن تبتعد ما عندك وتحرق ما عندك من الدخان، وتستجيب إلى نداء الله عز وجل.